هيدخل بيها من فوق لتحت هنا ودي الفتحات دي عشان تساعد. انما لما اشوف جوه الاماكن بتاعت التوابيت الثلاثه لاسره على بعض وهتشوفها تحت، مش هتعرفوا تشوفوا هو فتح منين لان مفيش فتحه. احنا التوابيت كان ليها غطا وليها جسم التابوت، يمكن بيسد بعد كده يعني ليها مكان، ليها مكان فتحه خلفيه يفتح ويدخل ويقفل وكده، هو عارف الفتحه دي فين. كويس، ده اللي هنشوفه هنا مع بعض. طيب نرجع تاني نقول العائلات ده اللي جايه تتزاور مع اهلها اللي هم متوفين، انت كانوا بيزوروا المقابر يعني زي هنا، فكان يبقى عندي في بعض الاعياد سنويا انه يجي فيها، وبعض الايام في الاسبوع برضه يجي يتزور فيها. لما يجي هنا احنا هنيجي بقى نقضي اليوم، تيجي نشوف هو بيقضي اليوم ازاي. يلا بينا ندخل بقى.